بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والاستثنائية من برنامج في التسعين لتحليل مجريات مباراة منتخبنا الوطني والرأس الأخضر والتي فقد فيها منتخبنا نتيجة بهدف مقابل لا شيء خارج الأرض في ملعب برايا. هذه المباراة التي ربما فقدها منتخبنا لها أبعاد أخرى على مستوى جدول الترتيب وأيضا على مستوى حظوظ منتخبنا في التأهل للمونديال. لمناقشة هذا دعوني أرحب معكم بمحللي الوسط ونبدأ من على اليمين كالعادة ورحبوا برمزي سويكر. مرحبتين بك عبدو ورحبوا بالكباتن الموجودين معنا في الحلقة وجميع العاملين ومشاهدين قناة الوسط إن شاء الله. أبو بكر الحركة أهلا وسهلا بك. أهلا عبدو، تحية طيبة ليك أكيد وللزملاء ولكل السادة المشاهدين. لختام الدوري الثلاثي الدولي سمير عبود أهلا وسهلا بك سمير. أهلا وسهلا بك عبد، تحية طيبة ليك وتحية طيبة للمشاهدين وللزملاء. مباراة منتخبنا اللي فقد فيها النتيجة بهدف وحيد في العاصمة برايا عاصمة الرأس الأخضر ربما هي كسر لسلسلة اللاهزيمة لمنتخبنا الوطني بقيادة ميتشو والتي استمرت طويلا على مستوى المباريات الرسمية والودية. أيضا دعوني نبدأ مع رمزي. رمزي، شن شعورك بفقدان نتيجة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية لمنتخبنا بمنتخب شاب دعنا نقول؟ شوف عبدو، في البداية نقول هارد لك المنتخبنا، وثاني حاجة شفنا يعني السيد ميشو، وحكيت أمس في برنامج مع مراد أن السيد ميشو حيلعب بالتكتل الدفاعي، وشفناه هذا واضح من خلال مباراة اليوم، وشفنا حتى تغيير في التشكيل. واضح ان السيد ميتشو كان متخوف من مباراه الراس الاخضر واعتمد على اللاعبين اللي عندهم الخصائص الدفاعيه. اليوم شفنا بدا بالتكبالي ومنع معكاشه واحمد صالح كبديل لعلي يوسف. شفنا في التغيير في التشكيل بعد الحراز الهدف اللي جاء فينا، قام السيد ميتشو بالتحوير داخل الملعب ب عكاشه ك من ظهير ايسر لاعب وسط، عكاشه من ظهير ايسر لاعب وسط، والتكبالي من لعيب وسط لظهير ايمن، وشفنا احمد صالح من قلب دفاع الى من ظهير ايمن الى قلب دفاع. فشفنا هذا التحوير بعد 10 دقائق مع الهدف اللي جاء فينا عن طريق كره ثابته، وسبق اني حكيت عبدو على الكره الثابته ومدى خطرتنا علينا امس. انا ومراد حكيت على الكره الثابته ومدى خطرتنا، ونبهت ان راهو احد الاسلحه لفريق الراس الاخضر. الشوط الاول كان شوط سلبي عبدو بالمجمل من جميع النواحي، ما شفناش التنوع في اللعب، ما شفناش ترابط الخطوط، ما شفناش الهجمات العكسيه باستثناء هجمه وحيده اللي عن طريق جت الفرصه لاحمد كراوع اللي ما استغلش الفرصه، وضروري في المباراه كيف هذينا عبدو تستغل انصاف الفرص لوطنك ترى المرمى. الشوط الاول هو نقطه ضعف، الشوط الاول نقطه ضعف من ناحيه التشكيله والتركيبه والتوليفه اللي دخل بها ميتشو. هنا يجي دور ميتشو. علاش بدا هيك ميتشو؟ واضح انه متخوف عبده من المباراه، واضح انه قلت لك حتى اللاعبين اللي لعبهم واللي بدا بهم وذكرتهم لك توا، واضح انهم اللاعبين عندهم خصائص دفاعيه ما بداش كيف ما بدا في مباراه موريشيوس. لان شفنا في مباراه موريشيوس الاختلاف في طريقه اللعب، اختلاف في التشكيل، واختلاف حتى في الادوات اللي بدا بين عكس المباراتين. باي حنرجع لكم بخصوص التشكيل اللي بدا بها لاحقا، لكن ابو بكر في كرة القدم الف باء، منتخب يختلف على نادي صح. نادي ما عندكش فترة قيد، ما عندكش حلول ينصاب لك لاعب يأثر فيك لأن ما فيش تسجيل، لكن في منتخب أنت بتجيب زوز ولا ثلاثة في كل مركز. اليوم لاعب وسط ظهير أيسر، ظهير أيمن ولا قلب دفاع، التكبالي ما نعرفش كيف يتم تصنيفه يلعب وسط صح. ما نعرفش يعني كرة القدم ألف باء أعتقد صحيح. في علمكم أنتو ظهير ظهير مدافع مدافع سؤالك يعني. التحوير في الظرف صحيح اللي شفناه اليوم في البداية كيف تفسره؟ شوف هو وكأنه داير تقنين يعني على الأسماء الموجودة التي تتواجد في المنتخب في كل فترة. مش عيب أنك أنت تضيف الأسماء اللي ناقصة، نعم نشوفه يعني في جميع منتخبات العالم، يعني حتى لما يصير لك ظرف غياب لاعب أو كذا نشوفه في إضافات يعني في الأسماء. فالمدرب وكأن الأسماء هذه مرتبطة بالمنتخب هذه فقط. باي خليني ما بيش نمشي لشيء لشكل موسع، خلينا في الضيق اللي موجود في اللي موجودين. أوكي. الكود ظهير يسار، صبحي المبروك ظهير يسار ومتألق وآمن به ميتشو قبل أي مدرب آخر. تمام. حسن عباس نص الموسم هذا مع الأخضر يلعب كظهير يسار. تمام.
اليوم نشوفه عكاشة كظهير يمين ونشوفه كظهير يسار، حتى يسار لعب يسار نص الموسم لعبه يسار تمام، ونشوفه عزيز السويعي كظهير يسار قبله في الشوط الاول لعب منع مع كاشة. شوف هو مبرر. هو شوف هو 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 اجاب على نفسه لما قال لك هذا اختبار حقيقي في المباراه القادمه اللي هي مباراه راس الاخضر اللي تعبت اليوم. وانا في الحلقه الماضيه مع مؤيد اسكندر تكلمت لك عليه كيف انهي الفريق، كيف انهي المنتخب في الشوط الثاني التشكيل، وسالني مؤيد قال لي شن من المفترض انه هو يلعب، قصدي منطقيا بدون اي فلسفه. اليوم المدرب اخطا خطا فادح جدا في بدايه المباراه في التحفظ الغير مبرر. يعني انت منطقيا الخوجه كان ماشي برتم عالي وتصاعدي، لعب لك شوط من اروع الاشواط امام مورشيوس، واليوم زاد اكد الشوط الثاني اكد ان اللاعب هذا لاعب ركيزه. اليوم فقته من الشوط الاول خاصه في الوسط الملعب اللي كان فيه بطء نسبي، نعرف ان العمر له دور للفيصل البدري، ولكن اليوم انك انت لما تحتاج للاعب حركي في وسط الملعب زي الخوجه تفقده شوط كامل. وشفنا المنتخب في الشوط الاول ما كانش اداءه مميز، ما كانش اداءه حتى من الناحيه الهجوميه ما كانش فيه زياده عكس الشوط الثاني. ايضا ما ننسوش عبدو البدايه اللي نقدر نقول الفادحه في خط الدفاع ووسط الملعب. اليوم لما تبدا في العشر دقائق انت مدافع محور، ممكن رمزي ظهير وسمير حارس مرمى، انت مدافع محور، هل تعويض علي يوسف ازمه ميتشو الاولى في اختيار التشكيل؟ لا ما هيش ازمه، لا والله ما هي ازمه. عندك الاسماء يقدروا يلعبوا، عندك السويعي يقدر يلعب، عندك رطيبه يقدر يلعب، عندك التكبالي يقدر يلعب، ونزيدوا عليه احمد صالح، الاربعه ما بارزين في فرق متحف. شفنا خلل، خلينا نكمل لك الخطا. الخلل وين؟ شيت قلت لي رجعت لي خط الوسط، خط الوسط المبرر لبدايه خط الدفاع المنتخب المشكله بهذه الاسماء هي اللي ما خشتليش راس لحد الان. تلعيبه محمد التكبالي كلاعب ارتكاز في العشر دقائق الاولى انا لحد الان قاعد نفسر فيها، ما قدرتش نفسرها. محمد التكبالي ما عمري شفته يلعب وسط ارتكاز، لعيبه تفوق في الجهه اليمنى كظهير ايمن وكلاعب محور وسط اللي شفناه في العشر دقائق الاولى، وفاق هو المدرب للخطا الفادح اللي داره بوجود محمد الكبالي كلاعب ارتكاز وعكاشة كلاعب ظهير ايسر. هو حاول يتحفظ رغم ان الفريق راس الاخضر راهو منهك بدنيا، يعني تحفظ باي سامحني بس قبل ما نعطي تشكيلك بالصوره لسمير ويفسر لي اكثر، انت التحفظ ترى بانك انت ظهير يعني مدافع بطريقة مدرب زي ما قلتوا أنتوا بيدافع يلعب لاعب وسط، لاعب وسط بخصائص دفاعية وعنده حركية وسط الملعب. أنا هذه قلت لك أنا قاعد تو ما فسرتش تلعيبة محمد التكبالي يعني حتى على عكاشة على اليسار وعكاشة تحفظ في الموضوع يشوف فيه أنه هو يقدر جهة اليسرى أنه هو يغطي دفاعيا، لأنه هو كلاعب ارتكاز لاعب عند الحس الدفاعي، فهو حاول. هو انا قلت لك انا مش راضي عليها اصلا بدايه الفريق بدايه المنتخب بالعشر دقائق الاولى كانت خطا فادح. وشوف بعدين تدارك الامر بشكل جزئي، تدارك الامر بشكل جزئي شن صار، تغيرت التشكيله. قبل ما تعطيني التغيير بعدين اعطوني التحوير، خلينا في البدايه درجة مع سمير بالزبط. في البدايه سمير حتطلع لك التشكيله، اعطيني تفسيرك لها انت كيف الطريقه ميتشو كيف خلق هذه التشكيله، شوفها قدامك يا سمير. بغض النظر من نشوف احنا تقرينا قراية عموما احنا تكلمنا حتى قبل المباراة قلنا راهو المدربين دائما عندهم سيناريوهات، كل مباراة عندها يعني الفكر اللي بيلعب به اكيد دارس الفريق المنافس ليه، من خلال هذا حيحط السيناريو واثنين او ثلاثة واكثر حسب مجريات المباراة. اعطيني الحلقة الاولى في إدارة المباراة، أبدالي في الحلقة الأولى. الحلقة الأولى طبعا كان ميتشو متخوف بشكل كبير من المنتخب الرأس الأخضر، حقيقة أعطى للمنتخب الرأس الأخضر أكبر من حجمه، بعض النقاط اللي هي ممكن ما انتبه لهاش الجميع أن الرأس الأخضر لعب مباراة أمام منتخب الكاميروني منتخب قوي أجهدت المنتخب الرأس الأخضر بشكل كبير واضح اليوم. أيضا أن احنا عندنا يوم أو اثنين إضافي راحة على الفريق على المنتخب الرأس الأخضر، وشفنا المنتخبات لعبت في حدود 72 ساعة. من خلال التشكيل من خلال دكة البدلاء لو تتذكر يا وإحنا نتفرجوا على المباراة شو قلت لك؟ قلت لك من خلال الأسماء الموجودة في دكة البدلاء الشوط الثاني حنشوفوا شكل مغاير وحنشوفوا نزعة هجومية، وحيكون عندك ظاهرين يلعبوا مساندين لخط هجوميا، وهذا صار الشوط الثاني. لكن أنت قلت يا سمير خليني هيك نستذكر معك شويه، انت قلت دكه البدلاء توحي بان المدرب
في حالة كان خاسر ما هذه هي حيدخل لاعبين هجوميين. إذن هو احنا ليش نوصل لمرحلة الخسارة؟ أعطيني البداية. هو هذه اللي حطها. ليش قلت لك أنا لما قال في تصريح أن الاختبار الحقيقي للمنتخب هي مباراة الرأس الأخضر، هذه يرى تصريح هذا مرة يأثر حتى على نفسية اللاعبين وحتى الجاهزية متاعهم النفسية للمباراة. أنت اليوم الكل حط أن مباراة الرأس الأخضر هي المفترق الطرق للمنتخب، ولكن لا، اليوم اعتقد انه المفروض انه يكون تصريح نتاعه حتى قبل المباراه يكون في محفز للاعبين. لكن اليوم نشوف المدرب نفسه هو مقتنع بهذه الفكره، مقتنع انه هو راهو بيلعب بتكتل دفاعي بيدافع، والدليل متفقين على الطريقه، والدليل على هذا سامح لي بس، والدليل على هذا انك اكثريه اللاعبين اللي لعبوا المباراه حتى اللي مش في مراكزهم كان الغالب النزعه الدفاعيه هي الغالبه على الاداء نتاعهم، يعني على ميزتهم وخصائصهم في الشوط الاول نتكلم. ففي حالة إن إحنا قبلنا هدف وإن الشوط الأول طلعنا خاسرين، حيكون في تغيير من خلال البدلاء اللي كانوا موجودين، حتكون لاحظ إن البدلاء أكثرهم يملكوا النزعة الهجومية. أعطيني به اللاعبين اللي مش في مركزهم. واضح يا عبد العزيز. علاش بدأ بيهم هيك؟ شنو التفسير؟ هو فكرته هو واضح، لأنه هو 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 شايف لحاجة واحدة بس، اللي هي النزعة الدفاعية اللي في الخصائص نتاعهم مش في المركز. هو شايف ان مثل العكاشه من ناحيه دفاعيه لاعب يمتاز بالخصائص الدفاعيه، لعبه في ثلاثه بحيث انه في جهه اليسار كظهير ايسر، بحيث انه يغلق لك المنطقه هذه الجهه اليسرى ما بيهاش تهاجم. ليش هو ما لاعبش الكوت؟ وانا قلت لكم حتى من بعد مباراه مرشوس قلت لك الكوت مش حيكون موجود مباراه راس الاخضر، لان المدرب حيلعب صبحي، هو خيارات صبحي. صبحي انا اعتقد انه هو اول من امن بامكانيات صبحي هو. ولعب صبحي امام الكاميرون اللي هي المفروض ندافع اكثر حتى قبل يلعب في ناديه، في تناقض. اعطيني علاش اعطيني الخوجه ثقه اكثر حتى قبل حتى من ناديه، يعني حتى الخوجه نعرفوه ان اللاعب عنده كانت خصائص دفاعيه، الان اصبح عنده حتى الخصائص الهجوميه، يعني حتى عند المسانده الهجوميه الخوجه اليوم يجيد المسانده الهجوميه في خط الوسط. يعني كاب فيردي اصعب من الكاميرون؟ لا، مش كاب فيردي اصعب من الكاميرون، لكن هو علاش ما لعبوش صبحي بشكل كبير منها، لان المباريات الاولى الزوز المباريات الاولى ما كانتش في المستوى اللي ظهر عليه المنتخب الكافيردي في شو في تعرفوا شنو الكلمه اللي استنيتها منكم؟ لا عيب، بقول لك حاجه، لا تقولوا اخطا، ظل بشويه بشويه بقول حاجه يا عبدو. احنا قلنا لك من البدايه، تعطيني شويه معلش، تعطيني شويه عبدو، قلت في البدايه انا قلت لك راهو اخطا في التشكيل. خلاص سامحني بالله عليك، لحظه ولعب ندوي في اختيار المراكز، يعني انا مش معارض ان ميتشو اخطا في التشكيل قدام منتخب. انا شفت منتخب الراس الاخضر منتخب متواضع اليوم بغض النظر عليه تاريخيا يا عبدو، واضح انه منهج بدنيا، مرات الكاميرا واضح ما شفناش الانطلاقات نتاع المهاجمين نتاعها حتى لما ضغط المنتخب نتاعنا ما شفناها. اللي تحمل المسؤوليه يا عبدو سامحني بس معلش، انا قلت لك حاجه واحده، انت قلت الراجل في كلمه واحده انه يقول اخطا ولا قالها لك رمزي من البدايه، قلت لك انا اخطا في طريقه اللعب وفي التشكيل، اخطا رمزي ماش من هذاك، لان لو بيعاود لك مبكر لانه هو اللي حيجاوبك شنو سبب تلعيبه العكاشه هو رايي التكتيكي هو هكي وجهه نظري على اليسار، شنو سبب تلعيبه تكبالي كلاعب ارتكاز؟ هذه ما فيش حد يجاوبك عليها. هو لاعب، انا اقول لك ممكن اللي فرص هو الفدانه، هو اللاعبين هذوما اللي عندهم خصائص دفاعيه اكثر من قلناها. لا قلناها رمزي قلناها، لكن في حاجه بنرجع لها، انا في حاجه بنرجع لها، انا متوقع ان المدرب هذا كان يفكر سيد ميتشو. السيد ميتشو كان يتوقع انه هو تنتهي الشوط الاول بصفر صفر وحيلعب على اوراق رابحه، هذا هي التفكير اللي كان ممكن نقدر نقوله ان احنا المنطقي، التحليل المنطقي انه هو كان ممكن ينتهي الشوط الاول بصفر صفر، ولكن لو ما كانش بصفر صفر حتلاقي نفس التشكيله مش حيغير. لا لا انا نقول لك حيغير انت لما يبدا يفقد في نتيجه المباراه، لكن واحد صفر احنا بثلاثه ارتكاز في البدايه، لا الأربعة لورا لعبنا لا 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 أربعة تيكاس في الوسط الملعب، أربعة اثنين ثلاثة واحد لعبنا لو حسبنا الشريمي لعب الشريمي وتكبالي وقدامه فيصل البدري قدامه فيصل ارتكاز اثنين ارتكاز وقدامه فيصل البدري قصان العاب، هذه نقطة ثانية فيصل البدري بالضبط تو أنا جاي ما هو التحويل، يعني لما أنت تقول لي زوز ارتكاز وقدامهم فيصل معناه فيصل صنع العاب، استغنى عليه خدمات، هو استغنى عليه خدمات أحمد سعد في المباراة اللي فاتت، حول أحمد سعد وحط مكان فيصل البدري بخصائص دفاعية بحتة واضحة، دفاعية ثلاثة نلعبنا بالأربعة اثنين ثلاثة واحد في الحالة الهجومية على الأطراف وعلى الهجمات العكسية جهة طبال وفضل سلامة وكروع في خط الهجوم، في الحالة الدفاعية 4-5-1 4-5-1 برجوع فيصل البدري وما نجحوش فيها عبدو، واضح ان المدرب يعني متخوف من المباراة يا عبدو واضح، ولاحظ ان حتى دارت كان في تدارك حتى للاعبين في توظيفهم اثناء المباراة في إدارة المباراة تدارك اكثر من موقف، فيصل البدري رجع التالي غير طريقة لعب عبدو مش مرة مش اثنين راهو غير مرتين في طريقة اللعب راه غير بعد الهدف اللي علينا وفي الشوط الثاني حتى هو غير طريقة اللعب اخرى راه علاش التحوير جاي بعد الهدف علاش هل انه هو فاق لي روحه اكتشف الخطا مبكرا فاق هو زي المغامره دارها
بيقول لك بنحاول بقدر الامكان اني ما اقبلش هدف بالطريقه هذه. هو متوقع ان الفريق مش هيقبل هدف، ان الفريق هيكون متكتل، ما توقعش ان كره القدم بكره ثابته يتسجل بها هدف. شوف شن دار هو بمجرد ما تسجل الهدف التكبالي من لعيب ارتكاز انتقل لظهير ايمن، احمد صالح من ظهير ايمن انتقل الى محور الدفاع، عكاشه من ظهير ايسر انتقل الى وسط الملعب، ونقعد وقعدت نفس المشكله في شنو في الناحيه الهجوميه. فيصل البدري ما يقدرش يدير المواصفات نتاع اللعب صنع اللعب زي الخوجه وزي احمد زي احمد سعد حتى احمد سعد وزي نور الدين قليب، لاعبين صغار عندهم الحركيه. البدري تغير من لاعب ارتكاز ما عادش يقدر يقدم لك شيء. البدري طول تلاحظ عبده في حاجه واحده في الشوط الثاني تغير الفريق. ليش تغير الفريق؟ بدخول احمد سعد بدخول الخوجه، ويعني الاضافات اللي صارت الشوط الثاني والكوت هي اللي اعطت النزعه الهجوميه. هي اللي اعطت النزعه الهجوميه. طارق بشاره يعني وخاصه التغييرات الاولى بين الشوط والشوط. لما نتكلم على الخوجه ونتكلم على احمد سعد الزوز اعطوه نزعه خلف المهاجم، اعطوه نزعه الهجوميه، تحرك الطبال. انت مشيت معي لخطوه نبي اجابتكم الثلاثه، مشيت معي لخطوه التبديل ومتفقين ان الخوجه كان من نجوم الشوط الثاني. ايش معنى الشريم يطلع؟ اسمعوني يعني رفايق نعرف ان عنده صفره تمام. انا علاش خرج وجهه نظري المفروض ما يطلعش الشريم، يطلع فيصل البدري. صح يطلع فيصل البدري. ليش؟ لان الشريم حتى في الزياده العدديه والعامل البدني اقوى من البدري، حتى مستوى ربط بين الدفاع والهجوم على مستوى افتكاك الكره، على مستوى زي ما قلت الزياده العدديه في خط الهجوم. لاعب حركي، لاعب يعني عيل صغير في السن. صحيح مجهوده كويس. فهمت علي؟ يطلع هو كين فيصل البدري. اداره المباراه ما كانتش موافقه على المدرب بصراحه. واضح فيصل البدري وضع عليه التعب والعياء، واضح حتى بدريا يعني ما يقدر مش عنده ما يقدم. فالخروج الاول المفروض التغيير الاول كان يطلع فيصل البدري ويقعد الشريم مكانه. فهمتني عبدو؟ اداره المباراه بشكل عام للمدرب ميتشو أسوأ مباراه لي في اداره في جميع المباريات اللي انا خاضها. نقول لك راح اداره المباراه انا نقول لك يعني الكوتشنج اللي صار معقول، الكوتشنج لنا طبيعي بيصير، لكن المشكله كانت في البدايه. هذه هي وهذه البدايات. ما نعرفش هل كان قبل يخش بنفس الطريقه. انت شو بتقول لي؟ احنا النتائج عبدو كلامك منطقي. عبدو معلش انت كمدرب معلش وقبل المباراه اكيد تفرش على المنتخب راس الاخضر، على نقاط القوه وعلى نقاط الضعف وعلى طريقه اللعب، وين نقاط القوه عندهم وين نقاط الضعف، دول تلعب عليهم وتختار طريقه اللعب المناسبه اللي تمشي مع المباراه مع مجرى المباراه. انت بديت غلط في طريقه اللعب وفي تحوير اللاعبين والحلول عندك والادوات عندك. انت ماشي في راسك انه بتقول لي صح المدرب دائما في الشوط الثاني شوط المدربين معك لكن المدرب اللي يبدا غلط بدايات تخسر شنو؟ تخسر اللي ما بين الشوطين. انت لما قبلت هدف الراس الاخضر مش حيفرط لك فيها المباراه خلاص. انت قبلت هدف الراس الاخضر حيكون ند لند معك باكثر يعني. فشن صار له؟ هنا ما بداش بشكل كويس وحاول يحور ما نجحتش التحويله في البدايه. الشكل اللي تغير في الشوط الثاني لنا اجباري. اللاعبين اللي لعبهم هم اللي كانوا المفروض يبدوا، حتى خوجة احمد سعد للظهير ايسر. انا اتمنيت يلعب الضاوي من ليش؟ لان صبحي راه حتى في النزعه الدفاعيه راه جيد، راه افضل حتى من الكود دفاعيا. لا ولعب الفتره الاولى لعب معاه وكان هو مقتنع به. لعب كاساس. نزيدك حاجه اخرى، شنو السبب نور الدين قليب ما يلعبش اللي كنت ديما تعتمد عليه؟ حنجاء نقطه بعدين شويه. نبي نسال سمير اليوم في ناس تفهم في الكوره ويقولوا راهو مجهود مدرب وفريق يضيع خطا فردي، وفي من يشوف ان الخطا نتاع الهدف يتحمل مسؤوليته مراد لوحاشي، خروج خاطئ والكره طاحت قدام المدافع اللي هو سجل هدف في مرمانا وتمت المباراه واحد شيء. لكن المنطق يقول ان احنا كنا ناكلوا 2-3. طبيعي جدا الحارس المرمى مش شرط انه يخطئ في كوره وسبب منها تسبب له هدف، واحيانا ينجح في ابعاد اكثر من هدف. اليوم مراد ممكن الكره اللي كانت مشكله بالنسبه لمراد هي الكره الهوائيه العاليه. احنا تكلمنا عليها تكلمت عليها في السابق وانا قلتها لها بطريقه نصيحه اخ لاخ. ويعني احنا شنو نبو من مراد؟ عنده ما شاء الله يعني عنده عوامل ان هو يكون حارس مرمى طراز كبير. ليش؟ لان البنيه وال ايضا حضوره يعني حتى وجوده في لالي بنغازي دائما نادي بيوفر له اطقم تدريبيه على مستوى عالي. يعني انت لما مراد قلت هلا يعني بصريحه قلت له اعتبرها نصيحه مني انك لازم تتعامل مع الكرات الهوائيه العاليه. اليوم شفناها قاعده ما زالت موجوده فيه كنقطه ضعف. فهمت؟ في كور ثانيه في الخروج بتاعها في غلق الزوايا. اجاد اليوم مراد في بعض الكور الشوط الثاني وخاصه الشوط الثاني يعني في ابعادها، ولكن الهدف الاول اللي دخل مرمانا كان هو
سبب رئيسي فيه، خلينا نكون صريحين. حتى مدافعين يا سمير، خلينا نقول بنسبة كبيرة لمراد، بس حتى مدافعين بعد ما طاحت الكرة مفروض هنا في مدافعين يغطوا على مراد. شوف أنت يا رمزي، اليوم لما تشوف المنتخب الرأس الأخضر، وإحنا تكلمنا حتى أمس قلنا راهو عنده لاعبين لا يوجد رقابة داخل المنطقة، وشوفنا اليوم أكثر من فرصة لنا إحنا كنا نقدر نسجلوها، لولا أن إحنا ما عندناش اللاعب اللي يملك الهدوء داخل منطقة العمليات، اللاعب اللي يعرف يتحكم في أعصابه وعنده ثبات الانفعالي اللي هو يقدر يحسم الموقف، راهو في أكثر من فرصة كنا نسجله إحنا. صح. ولكن شوف هاللقطة سمير، يعني حتى تمام، هي مشكلة في التوقيت. لا أنت شوف يا شوف يا رمزي، لو تشوفها تلقى ان اللاعبين حتى الراس الاخضر سابقين المدافعين تاعنا على الكره. إيه بعد هنا المفروض مدافع تو تبع الكره، توقيت هنا نهايه الهجمه، نهايه الهجمه يعني. سامحوني شويه، نبي نسال تو، انتم مدافع ومدافعين وحارس مرمى، من اللي يعطي الاوكي للمدافعين بالارتقاء او بان هم يخلوا الكره؟ صوت الحارس، الوضعيه شوفوا الكوره، الوضعيه نتاع المدافعين نتاعنا ولا ارتقاء يبين. لا هو في عبد العزيز سويعي كان مع في الكوره، ما فيش ارتقاء. شوف يا رمزي، اعطونا الكوره من الاول، بس كره الهدف، كره الهدف هذه، كره الهدف ما فيش ارتقاء. عبد العزيز سويعي باهي، هو عبد العزيز سويعي هذا نحكي الكره الثانيه. يا عبد العزيز نحكي الكره الثانيه. شوف عبد، شوف خلينا نقول لك كلمه نقص بها التساؤلات كلها. انت حارس المرمى ما دام طلع من مناطقه هو يحسم اللعبه، هو ينهاها اللعبه، يعني مسؤوليه على كامله. تكلم ما تكلمش، هذه حاجه ترجع له هو لشخصيته. فهمت؟ هذه احنا من انت تدوي على الصوره، على الصوره اللي ما نقدرش نعرف انه هو تكلم او ما تكلمش. فهمت؟ ولكن ما دام هو طلع من مناطقه وتحمل مسؤوليه ابعاد الكوره، فهو يتحمل مسؤوليه الكوره. خلي نسال ابو بكر اطول لاعب في منتخبنا او من الاطول، باش نكون يعني دقيق اكثر، مجدي الطيب. شوف مجدي وين، مجدي غطي على مراد في البالو. هي ممكن هو التمركز، هو التمركز ريت هنا تعطيك ايحاء، يعني هنا بس عبد هنا تعطيك ايحاء مشيت مجدي الطيبه للمرمى، الحارس تكلم لا ان الحارس تكلم انه هو بياخذ الكره بيده خلاص، فهو مشي غطي، فهو حاول بقدر الامكان انه يرجع. حتى حاجه اخرى، هو شاف الخطا حاول يغطي. شوف شوف رتبة او مراد بيطلع، هو مشيها. شوف خلاص، معناه قال باهي، يعني هو تكلم مراد، اكيد تكلم مراد، قال خلوا لي الكره، اتركوا لي الكره لي هنا. وفي هذا لاش رتبة ومشى للمرمى وغطى المرمى، غطى المرمى. يعني هنا تعطيك ايحاء ان راه مراد تكلم وطلب من الكره اللي هو. حناخذ راي ابو بكر في الهدف، ولكن بعد ما نستقبله عبر الهاتف اللاعب الدولي السابق وهداف منتخبنا والأهلي طرابلس الشيخ أبو بكر بن إبراهيم. كابتن أبو بكر أهلا وسهلا بك في التسعين بعد خسارة. أوكي باهي، من بين مرجع الاتصال، هاي من بين مرجع الاتصال، ناخذ رأي أبو بكر. شوف أبو بكر، الهدف في الدقيقة 10، صحيح التوقيت ليه دور والخطأ الفردي ليه دور تاني. شوف هو انا حنتكلم على الهدف، يعني طبعا احنا دائما كره القدم ديما الجول دائما بخطا، خطا في التمركز، خطا في الارتقاء، خطا في سوء تقدير من الحارس، سوء تقدير من المدافع، كله موجود هذا. لكن احنا لما بنتكلم عن الحلل وعلى الهدف، انت لما تسالني على الهدف، الهدف 90% يتحمل الحارس و10% من المدافعين، لكن الاغلبيه من الحارس. ليش؟ لان زي ما قال لك سمير، في الناحيه هذه بدات الكرات الثابته والكرات المرفوعه دائما تكون تخلاها، هذه كلمه تخلاها هذه موجوده عند الحارس. يعني انا متاكد، يعني اللقطه اللي صارت هي، انا متاكد انه هو فيها كلام، اكيد فيها كلام عن المدافعين. والدليل على هذا زي ما قال لك رطيبه رجع طول لخط الخط المرمى، محاول انه هو يغطي الخطا نتاع الحارس، وهذا ما وفقش فيه. ولكن تبقى كره القدم الاخطاء موجوده، لكن فيما بعد الخطا ما شفناش. الشوط الاول بالذات ما شفناش حتى التحوير، ما كانش شوط اول يعني للنسيان لمنتخب الليبي بكل صراحه. الشوط الثاني طبيعي جدا، لان الاسماء اللي كانت مفترض ان هي تلعب يا عبدو في الشوط الاول ما لعبتش في الشوط الاول. هذا يوضح سيناريو ميتشو اللي ممكن تكلم عليه سمير. حنرجع لك للحديث على النوايا، ولكن دعوني استقبل اللاعب الدولي السابق احد هدافي منتخبنا والاهلي طرابلس الشيخ ابو بكر بن ابراهيم. كابتن ابو بكر اهلا وسهلا بك في برنامج في التسعين اليوم، بعد خساره منتخبنا لمباراه في تصفيات كأس العالم في كاب فيردي أمام الرأس الأخضر بهدف وحيد، نتحدث عن
ربما حتى وإن كانت نتيجة سلبية، ولكن بعد عدد من النتائج الإيجابية لمنتخبنا بفريق شاب. كيف شاهدت مباراة منتخبنا؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. وصلى الله على سيدنا محمد المكلمين. تحية طيبة لك أخوي عبدو للحضور معك. مش عارف من معك. معي سمير عبود وبكر الحرك ورمزي سويكر. تحية لين طيبة وموفقين في التحليل بتاعكم. مع أن مش محتش الحلقة التحليل. ولكن مباراة اليوم ممكن نشبه حنان المباراة بالكامل. يعني ما كناش نتوقع الفريق هذا الفريق الأخضر بضعف المستوى هذا بدايه الشوط الثاني. يعني فريق يقول لك تعالى الفريق اللي يربح. ولكن النقطه المهمه ان احنا ديما نقول في الكلام هذا ان احنا ما نستعجلوش في المباراه ونتعدى المباراه ونقول ما نخشوا من غدا. هذه تدي خدمه على مدى طويل. احنا عيبنا ديما في الرياضه وفي الكوره كل من يتمسك ولا كذا ديما ينظر لتحت رجليه ما يمرش لقدام. فريق هذا فريق شاب وفريق هذا مفروض يكون فيه مدرب يعني عنده يعني نفسية يقول لهم انتم بلعبوا الكوره بس انا بوش انا نترشحوا احنا اثنين نبغى نترشحوا ممكن في الدوره الجايه. ترجع حتى ممكن تترشح بالكلام زي ذا تترشح وقت تترشح وتلعب حتى على الترشح. ولكن احنا نعرف المباراه الاولين خلاص بكشوا واحنا الثانيين واحنا الاولين وكذا وزي ما اعطونا احترام الاعلام حتى هو اللي يدور بالكلام زي ذا لان زي ما قلت الحلقات السابقه معك مع اخونا مؤيد ومراد. نحن ايه نحن مازال ما عدناش فريق على مستوى القاره الافريقيه باش انه ياخذ تشامبيون ليج ولا ياخذ كاس هذا ما عدناش ولا منتخب عندنا باش يخش كاس العالم لان الخامه اللي في ليبيا توا قلت علاش قلت من رؤساء النوادي هذوما المسكين النوادي تو مع احترامي انا ما نقولكش راهو جلهم راهو ما يفهموش في التخطيط نحن كيف تتحد فريقك كي يصير ما ناخذش بطوله اثنين ناخذ العام الجاي لكن شنو اللي ندي الانجاز نتاعي شنو اللي ناخذ كاس افريقيا ولا نخش المنتخب الجاي كاس العالم. اما نحن نديروا زي ما قلنا ديما نقول فيها قيمه وعرس ويكون العرس ونبغوا نجرب وزيد هذه منظومه تافهه يا اخوي منظومه تافهه عادي راي من رئيس الوزراء لوزير الشباب والرياضه للجنه الاولمبيه للاتحاد الكره وهذه كلهم فاشلين فاشل جاي. يعني اللي فهمته منك تو انت حتى بعد سلسله النتائج الايجابيه لمنتخبنا كنت تتوقع انتكاسات رغم ان في من يقول لك ان بعد النتائج هذه يعني منطقي اي فريق ممكن يصير له دروب. لا 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 انا نقول لك النتائج مازال ما عندناش فريق ما نطخوش على نفسك واسمع اللي بدي يفجر ما يديرش العاطفه راه يدير المثابره واللعب ويدير كذا والتخطيط مدى طويل ومدى قصير والقانون لازم النوادي هذه ما انا ديما انت مع احترام ما تحبوش كلام هذا الاعلاميين ما يكونوش مستفيدين تبوا كذا انا مع وقت النشاط بالذات كيف تقدم كيف ماناش مستفيدين شنو بيضرنا ايقاف النشاط يا كابتن؟ ما هو انا مرة عليك على شفت الكلام هذا مرة لا شنو دخلنا احنا؟ اسمعني نقش واحد وكذا انت كان ما عادش يشارك المنتخب برا وما عادش يشارك وكذا كلت خبزة ناس قلت له ما كلتش خبزة ناس رضي الله عند الله سبحانه وتعالى لا مش الاعلاميين بس راهو في مدربين وفي لاعبين ولاعبين وكذا لكن انا كيف نوقف المشاركات الخارجيه الدوليه مش لكن الداخليه نلعب ونلعب مباريات وديه ونشارك في اي دورات تحكي عليه المخرجات ونقوم شنو نقوم ناخذ احنا نحترموا نفسنا زي ما نقولوا فيها يعني تستاذنا من اللجنه الاولمبيه انت معناه نهدوا شويه نكونوا اسس صحيحه وكذا مش معناه نجمدوا كلمه تجميد او معناه نسكروا بيبان وروح لا ما نجمدوش ندير اسس صحيحه انا قلت لك مشاركات فقط لمده سنه 30 مشاركات مشاركات فقط لكن نبني القاعده الاساسيه من داخل ما هو نقدر نبني والمنتخب يلعب يعني انا مانيش يعني لو تقول لي انت معاش يصرفوا عليهم نمشي معك تقول لي يجيبوا مدربين يكونوهم برا وكذا وهذوما يقعدوا بخيرهم وبشرهم انا معاك انت لكن انا نوقف يشارك في جميع يشارك في جميع الدورات لكنه باش لازم انت تدير قاعده سليمه صحيحه وتبني عليها المشاركات المستقبل مش ما تشاركش قلت لك شارك يعني شارك بالعكس انت وبالتالي يعني تقنن حتى في جلب اللاعبين اللي من الخارج هذوما احنا نبني المواهب نتاعنا المواهب نتاعنا اكتمناها احنا يجي لاعب اثنين ثلاثه ما فيش كذا وما يديرلكش الفرق ولا عندك ثلاثه اربعه من نشبه في الاتحاد ثلاثه اربعه ماتوا لا اللي بغاش شنو تفسر اليوم شنو تفسر عدم وجود لاعبين
دوليين اليوم، يعني منتخبنا لو اليوم فسط حمدو فيه المصراتي وفيه النجوم أمال يلعبوا في الدوريات العربية والأجنبية، ممكن منتخبنا يكون شكل أفضل. شفنا اليوم كاب فيردي تفوقت علينا بخبرة المحترفين واللاعبين اللي يلعبوا برا. والله يجيب 11 ميسي و11 بيلي و11 مارادونا الناس اللي تخطط الكرة في ليبيا والمسؤول عن الكرة في ليبيا ما تخافش لكأس العالم ودخلت كأس أفريقيا منعيب 24 فريق يخش لكأس أفريقيا وليبيا ما تخشش. من شيء إنه ما عندكش تقديم جيب الله هل اتحاد عام في اتحاد عام زي دار مستقبل الكرة الليبية ولا دار كذا ما في حتى قرارات هم مع شوية قرار كذا أو كذا المؤتمر الأخير هذا اللي بتاع الجمعة السوداتي تو انت مش تقول تدخل حكومه تخش في كذا بس انت سيد انت والفطاح اللي نتاعك نتاع الاتحاد الكوره اللي ما فيهمش حتى رياضي جديد عنده اسم في الرياضه في ليبيا فهمت؟ تجي تقول انا من الاتحاد الواحد المغرب ويجيب القائد كذا كل شيء يكلمك رئيسك والله بيقول هذا دخل حكومي يقول لك في ايطاليا هذا مش دخل حكومي يدخلوا بك لاعب يدير في ايطاليا والمعيد انه نبعث لك الواحد انه رئيس الوزراء في اجتماع عام يقول الوزير نتاع الرياضه زي ما اتفقنا. طيب هذا انا متفق فيك معاه متفق معاك فيه، لكن بخصوص المنتخب هل في تدخل في المنتخب اليوم نشوفه ميتشو يطلع ويقول انا ما فيش ولا حد من اي جهه معينه قال لي خذ فلان ولا خذ علان، اليوم المنتخب اعتقد مستقل ولا شو رايك؟ التدريب اسمع التدريب شوف المدرب شو عنده المدرب ثلاث حاجات عنده اختيار اللاعب توظيف اللاعب اداره المباراه شوف اختيار اللاعب توظيف اللاعب اداره المباراه ليه المدرب ما عرفش يختار اللاعب ما عرفش يوظف المباراه انت يا سيدي انا حتى اللي ما كنتش تدريب وادي جيت الكوره انا رابح المباراه اللي فاتت 2-1 فريق وعندي 11 لاعب اولي انا ديما نبدا باللي ربحني بالاول ما نغيرش هو ثلاثة أربعة بيدين أنت المباراة اللي فاتت الخوجة والكوت وكذا دار المباراة باهي بدأت الخوجة وكذا جيت تدخل الشوط أنت شو نقول لك خش الشوط الثاني غير وجه الفريق خش اللاعبين الثاني غير وجه الفريق أنت ديما المدرب يلعب بالتشكيلة ثابتة وعنده ثلاثة أربعة رياضيين هذا اللي يخش كذا أنت هذوما ربحوك المباراة الأولى نجي نقلبها اثنين ثلاثة وبعد ذلك أنت يعني الفريق بقى تعب من مباراة الكاميرون مش الفريق تعب هذا اليوم أنا ريتها يقول لك تعال الأبد تربحني تعال ركن كده تربح فريق ليبيا تعال ربح ما مش هذاك الفريق اللي بين العبس كاس كافيه كونكريت اللي فات ليبيا توقعت ان يقول كان يكون ضرب على خمسه فريق باهي بعدين هذه النوعيات هذه لازم يكون فيها كوتش المدرب انت تستمر بالنوع عاديه وشبابيه كذا لازم تطلع للصحفي اتحاد الكوره رانا احنا في حتى المسلمين الرياضيين رانا احنا ما نشقى في كاس العالم اللي بيخش كاس العالم في الصيف الجايه باي شو نديروا تو شو نديروا كابتن مبكر عندنا متسع من الوقت قبل تصفيات أمم أفريقيا وقبل المشاركة منتخبنا في كأس العرب أعطينا أنت هكي خلطة أو حل تراه مناسب لما هو قادم هاي أنه هو قادم تعرف شنو كان في الكورة تمشي ما تقوليش إيقاف بس بالله عليك لا مش إيقاف لا 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 لا, لا. أعطيني حل أعطيني حل يمشي مع وضعنا توا يمشي مع وضعنا توا تخلي الفريق هداي ما تطلبش منه أي نتائج جبت النتيجة جبت ما جبتش بقول لي نجيب دوليين ولا كذا انت ما دام بديت الفريق هذا وهذا فريق شاف زي ما تقول انت وجيب كذا استمر به وخلي المدرب يخدم على روحه الفريق هذا بين جهه انت الفريق هذا معدل 23 24 22 كل فريق صغير خليهم يسجلوا مع بعضهم يستمروا في التدريبات بتاعهم مباراه جديه كذا كذا ما تطلبوش من المباراه وانت تدور في المجموعه دي انا بقول لك من الاول الكاميرون هم حيخشوا ما نلعبوش حتى على ما نلعبوش حتى على افضل التواني مثلا اليوم عندنا 7 نقاط من 4 جولات في اللي يشوفها مش سيء صعب 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 انا نقول لك صعب صعب لا تبقى ممكن كوره هذه لان فيها كل شيء لكن انت تعطي راحه نفسيه شنو يقول لك المدرب كيف يعطي هذه النفسيه والله انت ما حتى لنا مسؤولين مشكلتنا احنا مسؤولين في اتحاد الكوره ولجنه الاولمبيه وشباب الرياضه ورئيس الوزراء كيف مشكلتنا احنا يا راجل ما قلنا لك ينظروا للتحت ما دام اسمع شو ما دام انا قاعد تو هذوما اتحاد الكوره فرحانين بالاحتفال ان الدوري باش ينجحوا برا علاش كانوا مستفيدين خمسة نجوم ومصروف جيب وثلاثة أربعة ألف دولار في جيبهم وكذا كل شيء في العودة أنك أنت تجيب في رؤية مستقبلية للكرة كيف تجيب الاتحاد الليبي كيف تجيب رؤية مستقبلية للكرة الليبية كل الاتحادات على كل الاتحادات اللهم لا عمر الاتحاد الوحيد اللي في العالم اللي هم شنو فريق اللي ياخذ البطولة طبعا ليش غير أنت لازم مسابقات ولازم تعومز كذا هذا هم أنت يا راجل دير في رؤية مستقبلية اللي يجي بعدك يبدأ من أنت بديت من واحد لخمسة اللي يجي بعدك يبدأ من ستة لعشرة ما عندهمش الرؤية هذه عندهم رؤية شنو ما دام أنا موجود
للمصرف ما دام انا كذا يكفي له رؤيه والله ضروري حتى واحد يقول والله جيت فلان وذا رؤيه رياضيه جيت ما في وبعدين حاجه ثانيه لو خليها مع الناس حتى في الدوري بتاعنا وحتى كابتن باختصار كابتن بكر اي ولاحظت مع الناس اللاعب في ليبيا اللي في الفرق في اي فريق طلعوا لي اي لاعب في ليبيا في ليبيا حنخليهم يجاوبوك حنخليهم يجاوبوك كابتن بكر بن ابراهيم شكرا جزيلا لك على هذه المداخله شكرا شكرا جزيلا لك رد الكباتن بعد الفاصل اهلا بكم بعد الفاصل في الجزء الثاني من الحلقه الاستثنائيه لبرنامج في التسعين للحديث على خساره منتخبنا الوطني امام كاب فيردي بهدف وحيد. كان معنا قبل قليل عبر الهاتف الكابتن ابو بكر بن ابراهيم مهاجم منتخبنا الوطني سابقا وتحدث عن المرحله الحاليه لمنتخبنا الوطني وايضا طالب الكباتن بالرد عليه من خلال هل يوجد لاعب واحد في دورينا الممتاز قادر على إحداث الفارق. نبدأ معك أبو بكر، ما رأيك فيما قاله الكابتن أبو بكر بن إبراهيم؟ طبعا نحيوه أستاذ إبراهيم أبو بكر بن إبراهيم. شوف عبدو خلينا نتكلم طبعا مش نتكلم لك على لاعب يدير في الفارق مع المنتخب، نتكلم على احنا كنا نتمنى الأستاذ أبو بكر بن إبراهيم يتكلم على صلب الموضوع لأن هو مباراة اليوم احنا جايين نحلله على المباراة، إدارة المدرب للمباراة، الفريق كيف كان، الأسماء اللي مفترض أنها تكون موجودة، طريقة اللعب هيك المفروض يعني. هو لكن هو قال ان تمنيته يبدا بالاسماء اللي يربح. لا اغلب الكلام كان على موضوع التخطيط وهذا طبعا كلام مكرر حتى المشاهد مل منه بكل صراحه. انا شخصيا ما تحب تتكلم فيه موضوع التخطيط. انه هو المشكله معنا هو المشكله هو صلب المشكله لكن ممكن نكرره فيه شو بده يديره يا عبد الله يعطيني من الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وال2000 نفس الشيء ما فيش منتخب او جيل وصل لكاس العالم او وصل لكاس افريقيا بالتصفيات ممكن الا مره واحده اللي هي في 2004 كويس هذا موضوع منتهي. احنا لما بنتكلموا على المنتخب كيف طريقه العمل على المنتخب هذا كيف المفترض انه يكون هذا هو الكلام المفروض انه هو يكون. هو قال ما فيش ولا لاعب يحدث الفارق بالنسبه للاعب. انا نشوفها ان المنتخب الليبي او حتى مره تكلمنا عليها في فتره من فترات قلنا الافضل انه يكون في منتخب جماعي منتخب له قيمة من ناحية الجماعية أكثر من ناحية الفردية. صحيح أن الفرديات مهمة جدا ولكن هذه هي الأسماء اللي موجودة والمتقاربة يعني حتى في المستوى في الدوري الليبي هذه هي نشوفه. لما نشوفه مقارنة يعني كمثال المنتخب التونسي اليوم أصبح ما عادش عندهم اللاعب يدير في الفرق بشكل كبير بنسبة بسيطة لمساكني. يعني أصبح المنتخب الآن المنتخب التونسي عند الشخصية على مستوى أفريقيا عند الشخصية على تصفيات كأس العالم. إحنا هذه هي اللي ما بنيناهاش بناء اللاعب على شخصية إنك أنت توصل لكأس العالم وتوصل لكأس أفريقيا بسهولة. هذه هي اللي ما بنيناهاش لأنها كانت مرتبطة بالثقافة مرتبطة باللاعب نفسه كلها لها دور. إحنا لاش نجزئوا في الموضوع فقط على التخطيط هذا نعرفوه هذا تخطيط فاشل من ستينات إلى وصلنا للمرحلة هذه. ما فيش منتخب وصل لكأس العالم وما فيش منتخب وصل لكأس أفريقيا كلها بالأجيال جيلنا إحنا واللي قبلنا كلها زي بعضها. فالموضوع ما هوش مرتبط بالتخطيط. التخطيط هذا صحيح نبوا التخطيط ونبوا منتخب يوصل لكاس العالم وكاس افريقيا لكن هذا كله راه فيه جزئيات وفي عوامل مش حاجه واحده بس. كانك خشيت هيك معناها في الموهبه هذا حد قدره اللاعب الليبي هذا الموجود ولا وحتى الثقافه مش موهبه بس لا الموهبه موجوده الثقافه والعقليه والانضباط اللاعب لازم يكون منضبط لنفسه. ما انت تعطي مبرر للفشل اليوم بوبا خلينا نقولوا الفشل ديما ما عندك خشينا كاس عالم اوكي هو فشل وديما امتى انت تعطي فيه يعني تكرار الفشل كانه تبرير ليه يعني احنا في يوم وليله ما نخشوا كاس العالم هذه مستحيله لكن احنا تو قاعدين درجه سامحني شويه معلش فهمتني ابو بكر خلي نقولوا نتكلموا بوضوح اكثر حتى لا يساء فهم نعرف لان احنا في السابق تكلمنا لين ايش هو قلنا انه هو بادي يبني في منتخب يعني البدايات كانت هي كيف ان المنتخب فاقد الثقه وكيف انه يرجع الثقه لمنتخبنا واليوم شفنا 13 مباراه لا هزيمه اليوم ممكن اول مباراه يفقدها منتخبنا رغم انه هو كان يعني اداء حتى الشوط الثاني اداء جيد ومقنع الشوط الثاني الشوط الاول كان بالكل يتكلم يقول لك بدايه المدرب ما كانتش بدايه صحيحه واخطاء كانت حتى هو تدارك الاخطاء نتاعها ولكن خلينا نتكلموا بوضوح اكثر اليوم راه احنا ماناش في صدد ان احنا نتكلموا عن منتخب ان احنا يصير الاحباط اللي 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 دائما مسير لنا راه احنا دائما نفقدوا نتيجه مباراه يصير تراخي للشارع يصير تراخي تعرف علاش محبط انا سمير تو الناس راه مرات تعتقد انني متحامل
لا عبدو لا. الكلام اللي انت تقول فيه راه ما يبنيش منتخب، ما يبنيش كوره في 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 كويس. اي دوله. انا علاش يسميه انا مشكلة. وجعتني المباراه، علاش وجعتني مباراه لعبنا لمنتخب انا تقديري شفته في ارضيه الملعب نقدروا نربحوه. منتخب الكاب فيردي اللي لعبناه اليوم له الكاميرون وله نيجيريا وله السنغال وله الجزائر وله المغرب، منتخب نقدروا نربحوه ذهاب وعوده. رد عليك عبد، هذا ليش ما ربحناش شيء؟ تكلمنا عن اخطاء يا عبد، يعني المدرب مساهم في الاخطاء. ايه بغض النظر حتى على اللاعبين، حتى المدرب مساهم في الاخطاء. خلينا نقول لك كلمه، تكلمنا على فنيا في المباراه نفسها. وضحت هذه لسمير بس لان سمير بده يخش في الاحباط وكذا. خلينا نرد عليك. هل احنا المنتخب الوحيد او الفريق الوحيد في العالم وفي تاريخ كره القدم اللي كان اجدر انه هو يفوز وما يفوزش؟ لا طبعا. لا اذا هل وقفت المنتخبات ناس تخدم على 7 سنين و10 سنين و12 سنه باش توصل؟ احنا المشكله انا نتكلم على حاجه واحده، ما نبيش يكون سقف طموحنا كاس العالم. كاس العالم مازال احنا بعاد عليه، قلناها قبل راه احنا اللي سقف الطموح نتاعي لازم نكون اننا دائما نشارك كاس افريقيا بطريقه تلقائيه، يعني صحيح. ديما ليبيا موجوده في كاس افريقيا، بعد ما نبدا نوصل للمرحله هذه نبدا نفكر في اننا نوصل لكاس العالم. نكسب حتى بعد خبره المنافسه، لكن راه اليوم انا نحط نفسي في سقف عالي هلبا، انا مش في المستوى نتاع اصلا، ما عنديش راه مازال يا سمير نتكلم عليه مباراه فقط، مباراه فنيه، انا يوم مباراه نتكلم عليه الظروف مباراه ما نبعدوش. فاليوم انا نجي نحط نعلي سقف الطموح نتاعي نقول لا انا نبي نوصل كاس العالم، علاش ما ربحتش كفرد كنت نقدر نربحها؟ ما هو انت اليوم ممكن ما عندكش اللاعبين اللي عندهم الخبره في التعامل مع مثل هذه المباريات. مع انت اليوم لو داخل منطقه إيه تقصد لكل مباراه ظروف. ايه في نفس الوقت انت اليوم ممكن لو عندك نوعيه اخرى من اللاعبين حتى اللي موجودين في الدوري وتم استدعاء ممكن كان يجيبوا لك نتيجه مباراه. طيب انهم متعودين حاجه ثانيه، معلش يا عبدو اليوم إيه. نتكلم على حتى منتخبات سنيه اللي هي تشارك، لو عندنا منتخبات سنيه وانت تبي تدير عمليه تشبيه الفريق يعني. فهمت؟ عندك منتخبات سنيه تشارك في تبني عليهم في البطولات الافريقيه للشباب بمختلف الاعمار. اليوم اللاعب لما يوصل للفريق الاول وتكلمنا عنها حتى في السابق يبدا عند اللاعب في افريقيا امر عادي جدا سهل. لكن اليوم عندك لاعبين ما لعبوش في افريقيا اول مره يلعبوا في البطولات الافريقيه. يعني سمير نضيف لك حاجه، تشبيب من الدوري مش تشبيب من الفئات السنيه. طيب خلونا نستقبله بالصوت والصوره المدرب الوطني مروان المبروك. كابتن مروان اهلا وسهلا بك في برنامج في التسعين. ما زلنا نواصل الحديث على خساره منتخبنا امام الكاب فيردي خارج الديار بهدف وحيد. في البدايه فنيا ومن خلال متابعتك للمباراه، كيف شاهدت منتخبنا وبدايه ميتشو بالتشكيل اللي الكباتن قالوا عليه باستغراب كبير ماليش تفسير؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ان شاء الله اخوي عبد وبالمحاضرين الكرام ان شاء الله زملاء ان شاء الله. والله زي ما شفت يا اخوي عبد حد المباراة اليوم تساؤلات صراحة في شارع الرياض بالقطاع. كابتن مبكر خليك لحظة يا كابتن مروان خليك لحظة بس ونرجعوا لك، في مشكلة في الصوت، لحظة يعدلوا معك الشباب ونرجعوا لك. نبي نسأل رمزي، رمزي أفضل نتيجة لنا احنا في الحسابات مباراة الكاميرون تلعب الآن، شن أفضل نتيجة قبل ما نقول لك النتيجة قداش قداش؟ تو عارف تليفونك ما عندكش. لا قول لي أنت باش نقول لك. أنت قول لي شن أفضل نتيجة بالنسبة لمباراة الكاميرون وأنجولا؟ تعادل. الكاميرون دخلت تهاجم بدقيقة صفر سجلت هدف ومتقدمة لحد الآن تقريبا دقيقة 40 متقدمة بهدف وحيد والشوط الأول ما زال ما تمش. شوف يا عبدو جودة اللاعبين اللي في المنتخب الكاميروني تختلف عن جودة اللاعبين اللي في المنتخب الليبي، لأن نحن خلينا نحكم شوية صراحة هذين هن إمكانياتنا وهذين هن إمكانيات اللاعبين وهذا هو حد الجهد وهذا هو الموجود. والعرب الاولى احنا نقولوا في مثل يقول لك على قد فرشك متكرعيك، هذا اللي فيه عبد موجود، شو بتطلب من المخرة؟ نحن الجزئيه البسيطه اللي نحن اختلفنا فيها مع ميتشو هي طريقه اللعب والتشكيل اللي بدا به. هذا هو الاختلاف الوجه الاختلاف اللي بينه وبين ميتشو، لانه بدا بتشكيل غلط زي ما قلت لك نحن واخطا في التشكيل ودوينا فيه وعودناه كم مره، انت غير ممكن ما سمعتش في بدايه الحديث بتاعنا. نحن يتحمل المسؤوليه في نتيجه المباراه هو الاول الطاقم الفني، بعدين يجوا اللاعبين. طيب خلينا نسمع راي الكابتن مروان المبروك، تفضل كابتن مروان. اي قلت لك يا اليوم تاولات اخو عبدو بصراحه بالنسبه لشكل المباراه في الاول في التشكيل
زي ما اتكلم قلت لك اخوي رمزي وسمير بصراحه كانت تساؤلات كيف خط الظاهر عارف عم نشوف لاعبين محاور كيف بدو في نفس الوقت وبالي حتى هو في ما زال الاتصال في مشكلة مع كابتن مروان المبروك الباقي الناس يتصلوا به سمير خلي نسأله توا على اللي جاي بعدين نرجع مع الكابتن مروان ميتشو من بناء ومن تكوين منتخب شاب ومن اختيار لمزاج طويل عندي شقين ميتشو الشق الأول هل التقييم الفني لميتشو يعني احنا كنا نحين التقييم على جنب لأنه في مرحلة التكوين هل إحنا الآن في مرحلة التقييم بعدين عندي لك سؤال تاني غير كم أجاوبني على هذا قبل شوف أنا اليوم أنت تتكلم راول ميتشو أخطأ مباراة بدايات أخطأ مش معناه أنه هو موش مدرب بالضبط أعطيني التقييم إيه فبدايات أخطأ وتدارك الخطأ متاعه وصل للمنتخبنا لمرمى الرأس الأخضر أكثر من مرة وهذه وظيفة المدرب هنا تحسين اللاعبين أنا قلت لك من البداية لو عندنا لاعب عند الخبرة عند الهدوء داخل منطقة العمليات ترى ممكن تصرف اليوم حتى كراوة اللي هداف في الدوري كراوة اللي دائما من نصف فرصة ممكن يسجل لك اليوم ملقاش روحه أعتقد أن احنا أعطينا للرأس الأخضر أكبر من الحجم نتاعه شفناه أمام منتخب الكاميروني منتخب ممكن الكاميرون لو نلعبوا له في الكاميرون ممكن ما نخسروش احنا باربعة صح ممكن ما نخسروش باربعة مش مع هذا ان احنا افضل من راس الاخضر ولكن اليوم البدايات ما كانت صحيحة بالنسبة للمدرب هي اللي اعطت افضلية للمنتخب راس الاخضر على المنتخب الليبي ولاحظنا ان المنتخب راس الاخضر اليوم كان مرهق مباراة الكاميرون يعني نالت منها هلبة المنتخب الكاميروني استنفد طاقة المنتخب راس الأخضر بشكل كبير حتى عملية الاستشفاء ممكن ما هيش كانت جيدة يعني بدنيا واضح أن الفريق حتى لما سجل الهدف يلعب عليه بهدوء يلعب بأريحية يحاول أنه هو ما يجهدش نفسه لأنه ما عندهش الطاقات أنه هو بالسرعات والاندفاع البدني والالتحامات ايضا الجيم منتخب نفس الشيء ما عندهاش الالتحامات ما عندهاش السرعات منتخب متقهقر التالي يعني يلعب بتكتل دفاعي واضح اغلب لاعبينا عندها صبغه دفاعيه اكثر من الصبغه الهجوميه تحرر منتخبنا تحرر الشوط الثاني بعد التغييرات اللي صارت لما صارت الزياده العدديه في المناطق الاماميه واصبح عندنا لاعبين عندهم النزعه الهجوميه ويقدروا يهاجموا شفنا الطبال افضل من الشوط الاول شفنا العديد من اللاعبين خوجة العديد من اللاعبين كراوع كان موجود يعني العديد من اللاعبين كانوا عندهم الامكانيه انه ممكن في اي لحظه يسجلوا احنا يعني حتى احنا ممكن تفرجوا على المباراه مع بعضنا كنا طامعين في ان احنا نعادلوا يا عبد ولكن هذا ما هيش نهايه الدنيا فهمت انت اليوم تتكلم على مشروع استمر في المشروع نتاعك راهو انا من امس قلتها لكم قلت لكم راهو لو لا سمح الله صارت نتيجه عكسيه ما بيش نقول احنا لا والله كارثه ويصيرنا احباط لا انا عندي مشروع راه المشروع هذا بتواجهني عثرات وبتواجهني نكسات ولكن كيف اني نتغلب عليها المشكله الكبيره اللي في اتحاد الكوره حقيقه اللي ممكن خلت منتخباتنا بالشكل هذا عدم وجود اداره منتخبات خاصه هي 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 لها الصلاحيات في اختيار المدربين وعدم وجود منتخبات اخرى خاصه المنتخب الاول حتى لما كان في ادارات كنا نفشلوا معلش يا سمير خلينا واقعيين حتى لما كان في اداره منتخب كنا نفشلوا ليش فهمتني ليش نفشلوا ليش خب شوي بشوي ما هي واحده واحده بالنسبه للمشروع اللي ماشي به المدرب مشروع ماشي به المدرب نعتبروه احنا من افضل المشاريع السنوات الاخيره كويس كتفكير وكواحد احنا نتكلم على اداره المباراه اليوم فقط را. اداره المباراه اليوم وقالها لك سمير اعطيه حجم كبير هلبا للراس الاخضر راس الاخضر انت اليوم لما تشوفه هو منهك كيف يلعب في الكوره كيف يمرر في الكوره مبكري قلت حاجه لرجل في حاجه اللي مكملها لك بس المدرب فيه صوت ولا لا منهك ولا خلاص ضمن المباراه وبدا يخسر لا شويه خلينا نكمل لك معلش سمير نكمل الفكره بس خلينا نكمل اللي بنوصلها لك شنو هي اداره المباراه من المدربين يا تنجح الشوط الاول وتحافظ على النتيجه الشوط الثاني يا الشوط الثاني تدير الفرق هني ما صارتش الحاجه هذه بالذات قراءه المباراه يعني هذه قراءه المباراه هي اليوم المباراه هذه بس لكن هو كمدرب ومشروعه احنا معاهره طيب لكن شنو في بعض الحاجات لازم تكون فيها زياده للزملاء سامحني بس سمير الزملاء يقولوا لي كابتن مروان موجود معنا كابتن مروان هاي ان شاء الله الثالثه ثابته هاي تفضل اعطينا قراءتك للبدايه وللشوط الاول متاع ميتشو اولا نتاسف حق من ولا يهمك يا كابتن من الصوره الحق في كان في النقل لكن الحمد لله اهم شيء ناخذ منك المعلومه هاي
طيب ان شاء الله زي ما قالوا قلت لك خذ الله احنا معناها التساؤلات كانت بدايه المباراه خاصه معناها انت شكل المنتخب خاصه دفاعيا في تواجد معناها كل من التكبالي على اليمين وروحي على اليسار ومعناها الخوف المبالغ كان من منتخب الراس الاخضر ونعرف الراس الاخضر معناها احنا والظروف اللي مر فيها الراس الاخضر اللي هي مباراه نتاع الكاميرون والمسافه وفتره الراحه زي ما قلت سمير المذكر معناها نتاع منتخب الراس الاخضر والانهاء صراحه كله كان موجود لكن التخوف كان تخوف والجول حتى الجول جاء بكري معناها من الدقيقه العاشره اربط حسابات ميتشو فعديد العوامل الحق اثرت في شكل المنتخب معناها خاصه الشوط الاول معناها كانت تقدر تقول معناها ما شفناش المنتخب الليبي معناها وبالمجمل هو المنتخب الليبي احنا كنا نشكره في زي ما نقولوا في النتائج النتائج كانت جدا معناها ممتازه ترفع من معنويات المنتخب الليبي بدايه التصفيات الحمد لله لكن ما تكلمناش على الاداء بصفه عامه زي ما شفنا ديما متذبذب وبالنسبه ل زي ما نقولوا الاختبار الحقيقي شفنا يمكن مباراه الكاميرون في الذهاب كانت نوعا ما لقينا فيها ارواحنا والمباراه هذه تقدر تقول منتخب الراس الاخضر معناها ديما فريق خاص بالمباراه اللي قبلها ديما مطالب برده فعل وخاصه انه هو على ارضه فعديد العوامل هي اللي خلت ميتشو يمكن يبالغ في رده فعله خاصه في الشوط الاول. طيب مروان انت لاعب وسط نبي نسالك اليوم لما انت كطاقم فني تحط الطبال على اليمين وفاضل سلامه على اليسار زوز من اسرع اللاعبين في دورينا الممتاز في الوصول بالكره من وسط الملعب لمرمى الخصم يعني من الافضل اللي موجودين في الدوري هم محمد الطبال وفاضل سلامه هذا يحيلك بان ميتشو يبي يلعب على المرتدات ويلعب الكرات الطويله خلف أظهرة منتخب كاب فيردي هل اليوم فيصل البدري بحسب ما فهمت من الكباتن هو اللي ما قدرش يوصل الكرة بوجود ثلاثي أيضا في وسط ملعب الكاب فيردي اللي لعبه 4-3-3 وبيسيطر على وسط الملعب بالكامل يا كابتن هو بغض النظر عن التحولات هو يمكن معناها اي منتخب ولا فريق يخش الفكر نتاعها انه يدافع معناها يبي يحفظ التالي في الخلف حيعتمد على التحولات السريعه هذه معناها شيء طبيعي وزي ما شفنا زي ما قلت الطبال وفضل ان هم كانوا ينتظروا في كور معناها في الظهر نتاع منتخب الراس الاخضر لكن ما شفناش الكلام هذا عارف علاش لان منتخب الراس الاخضر كان ضاغط بدايه المباراه خاصة يمكن الدقيقة 26 أو 27 دليل على ذلك كون تشوف يمكن 7 ثنيات حصلوا عليها فريق معناها ضغط ويلعب كل كتلة فريق معناها ضروري ما يقدم ردة فعل بما أن علاقته وخاصة المباراة اللي قبلها أنا اللي شفت أن نقطة الضعف في المباراة اللي هي الفرديات الجزئيات يمكن اللي يفهمها يمكن الكباتن غادي في الاستوديو يمكن يتكلموا عليها الفرديات اللي هي جزئيات شنو هي نتاع اللاعب واحد ضد واحد كان في سهولة كبيرة جدا لمعناها لاعبين الراس الأخضر خاصة أن الأطراف نتاعهم في الاختراقات ما شفناش التكبالي الحق يقوم بأدوار دفاعية كويسة وهنا التساؤلات هذه اللي قلت لك تطرح معناها في الشارع الرياضي هل التكبالي معناها يستحق أن يكون موجود ولا من البداية أو لا لاعب معناها ما بنقدرش نطعنوا فيه ولا ننزلوا عليه ديما احنا نخلوا تفاؤل ونخلوا روح معناها الكباتن لما سألتهم عليه قالوا مش في مكانه يلعبش مكانه أول مرة يلعب هو ماهوش في مكانه نعرفوا أن التكبالي حتى ولو كان في مكانه معناه يلعب على اليمين التكبالي معناه قليل المشاركة مع فريق السواحلي معناها أنت كان الأجدر بيك مثلا تلعب عزيز السواعي على اليمين وتلعب مثلا على اليسار صبحي ولا تلعب أي لاعب ثاني معناها أنت تحط حد لاعب في المكان هذا وإلا حتى تتحور ولا تشكيل تلعب بثلاثة المهم تتصرف هذا شغل فني تقدر تقول نتاع مدرب ما نجزفش بلاعب زي ما نقول نحطه في مكان ماهوش في مكانه كان يلعب حتى في فلسطين نشوف فيه ولا في السواحلي انا المدربين اللي معاه كانوا يعتمدوا على خطه نتاع 3-5-2 او 3-4-3 ما كانش يلعب ظهير معناه بمعنى ظهير زي هو زي عزيز السواعي هذه النقطه الثانيه السلبيه انه لعب عزيز معناه احنا نقول ظهير على اليسار عزيز انا نعرفه مليح معناها بيجود ما يجيبش معناها زي ما نقول احنا الدور هذا معناها بسلاسه زي ما يكون يلعب محوري ثالث زي ما يكون ظهير ماهيش نفس الشيء معناها فهمت ايش نقصد انا ايه فهمتك ايه لما يلعب في الثلاثه تمشي معاه الخطه لكن كظهير في الاربعه اصعب الظهير مطالب بادوار هجوميه وادوار دفاعيه وقبل تكون هجوميه تكون دفاعيه يمكن والخلل الثاني اللي شفته هي حاجه يمكن تكون ميزه وعيب الميزه ان في الخطوط طرحها كانت متقاربه شكل الفريق معناها كدفاع منطقه
كانوا يطلعوا مع بعض في التحولات وفي الدور الدفاعي ولا مع بعض. الدليل على ذلك علاش قلت لك الاطراف الزوج ما طلعوش، لان الضغط صاير ضغط كبير. شفنا الطبال في ادوار دفاعيه، معناها انت تقدر تقول احنا فريق مش قادر يستحفظ على كوره او يستحوذ على كوره باش انا نلعب لمسه اثنين ونريح الفريق وبعدين نلعب في الظهر. معناها الاطراف الزوج نتاع منتخب ليبيا اليوم معناها طاقوا في ادوار دفاعيه، فمن الصعب انت معناها تدافع قدام منتخب ضغط عليك وبتولي بتهاجم المسافات راح تكون طويله هلبا، معناها اللاعب معناها يكون منهك صعب انك توصل. شفنا الطبال قلت لك في ادوار دفاعيه معناها ما كانش حتى يبدا متواجد في الامكان ولكن ما كانش يفك في الكوره. انت تكلمت على عداد الدهني، هل تتوقع بان النقطه الاضعف اليوم في منتخبنا هي عدم وجود خبرة اللعب في أفريقيا؟ شيء أكيد، هي بالتأكيد أكيد دهنيا ما معناها ما في أفريقيا ما دائما إحنا نتائجنا ما كانتش معناها مرضية وكويسة، هي حتى هنا في ليبيا. قلت لك أنا النقطة الإيجابية ديما اللي تعطي الأريحية وتعطي الثقة معناها للمنتخب، النتائج اللي معناها اللي كانت كويسة معناها تعطيك الأريحية. وإحنا تو قاعدين نتكلم على معناها منتخبنا إنه خسر مباراة واحدة، ما نبوش نضغط عليه ولا نكبر الموضوع، احنا بالعكس ما زال الثقه موجوده ورغم ان الاداء ما كانش بالصوره الصحيحه لكن نتاملوا فيه. باي شنو نديروا؟ يعطينا عندنا تو مرحله من التوقيت حتى بعد السداسي، من هنا للتصفيات وبعدين عقد ميتشو هذا كنخلوه على جنب، لكن عندنا منتخب شاب بادي يتكون، عندنا مشاركه من الممكن تكون في شهر 12 في كاس العرب. اعطينا هاي شنو نديروا؟ وديات شنو الخطه اللي نديروها؟ يا اخوي عبدو ما نبيش انا تو نقص على الخبز زي ما قال معنا اخونا بن ابراهيم قبل شويه، ما بالعكس احنا نتفائل ونقول ان شاء الله خير، بما ان التصفيات ما زالت بعيده معناها لكل حادث حديد. انا بامانه انا من معناها من اشد الناس اللي نقول حتى مرحله التشبيب ما تجيش بالصوره هذه، قاعد نقول ان لها وقتها، تجي في بطولات وديه، تجي في حاجه، ما تجيش في تصفيات رسميه، تصفيات حساسه وتصفيات وراها ضغط وراها ناس، فهمت، وراها جمهور. الوقت ما زال طويل. اول حاجه نديرها نحاول ان احنا معناها نستدرك الوقت ونرجع المحترفين اللي ينشطوا معناها وقاعدين يلعبوا اقل حاجه فيهم ثقل زي ما يقولوا زي المصراتي زي حمد الهوني زي ما نعرفش من ثاني مثلا يكون لهم دور، نحاولوا نقنعوهم باداره كويسه بعقليه جديده بشباب تخدم ان لهم دور كبير ويحسسوهم بالمسؤوليه ونوفر الظروف الملائمه حتى للشباب الجدد هذو للقدام. وواحده واحده قلت لك وزي ما قال اخوي ابو بكر مبكري في امور معناها ضروري ما يكون في تخطيط، يعني مبكري لو كنت نسمع الموهبه بروحها ما تكفيش بصراحه. حاجه ثانيه حتى شكل الدوري يا اخوي عبد الرؤوف ضروري ما يكون دوري منظم ورزنامه تكون واضحه، هذه كلها الافرازات هذه اللي تنتج لك منتخب قوي معناها منتخب يشارك، اما بالصوره هذه حنقعد في نفس معناها الدوامه نتاعنا، دائما تشكيله جديده، دائما منتخب جديد. حاجه من الحاجات اللي كانوا يتكلموا عليها توا، علاش ما نلعبش بتشكيله المباراه اللي فاتت تشكيله انا رابح بها، وعلاش ما نلعبش بها، علاش نغير، علاش انا نعطي في منتخب اكبر من حجمه، انا نلعب اقل حاجه انا المفروض معنا ما نعرفش. هذا اللي وصلت له انا اخوي عبدو معناها الحق. طيب. في امور ما كانت تكون بالصوره هذه الحق. تفاصيل هلبة واكثر دقه كل ما تركز تلقاها صحيح. اليوم مباراه بصراحه اليوم مباراه ضاعت، اقل شيء كانت مباراه نتاع 1-1. انت متفق معي معناها نقدروا حتى نربحوهم منتخب كاب فيردي؟ لا بامانه منتخب كاب فيردي منتخب هجوميا، قاعد نقول لك الفرديات اللي في منتخب كاب فيردي بالذات في الدور الهجومي فرديات بصراحه قويه معناها شفناهم هجوميا في منهم محترفين، ولكن التناقض اللي في منتخب كاب فيردي دفاعيا فريق سيء جدا. شفت انت احنا مثلا في أسوأ احوالنا اليوم في كره ثابته الشوط الاول يمكن قريب سجلنا فيها، الشوط الثاني حصلنا 3 عرض وفرص، وصدقني اني نقول لك حاجه راهي مش كل حاجه مدرب، حتى اللاعب لازم ينحط تحت ضغط خوي عبده ويتحمل المسؤوليه. صح عليك، ضروري ما اللاعب يحس بالمسؤوليه، مش ديما لاعب رابح ومكافئات، انا زي ما نعطي للاعب مكافئات في كل مباراه ضروري ما نحاسبه اني يخسر، نحاسبه اقل حاجه نسلط عليه الضوء، مش كل حاجه مدرب، راه المدرب انت تو بتجي على الورق بلغه الارقام، مدرب يمكن اول مباراه يخسرها، وحتى لعبت قبل بتشكيلات ما كانتش مقنعه، حتى الاداء ما كانش مقنع باش انا نحاسبه، كانت النتائج معناها مرضيه، قلنا تعطي الثقه تعطي الاريحيه، لكن الاداء ما كانش بالصوره. نقولوا لا منتخب اليوم ما كانش كويس، بالعكس معناها ما نلعبوش وكنا نربحوا، لكن الرياضي او اللاعب اليوم في اللي شفته هنا حصلوا فرص معناها انت تقدر ترجع في المباراه وتقدر حتى تربح، لازم اللاعب يحط ضغط، مش كيما اللي احنا بالعكس هذو صغار، لكن معليش نحسسوهم بالمسؤوليه لان حتى القدام ضروري نطلبوهم بنتيجه بامانه يا اخويا. نعم نعم، شكرا جزيلا لك كابتن مروان المبروك المدرب الوطني، وملاحظات هامه وتفاصيل دقيقه. عندي تو مجموعه من الاسئله للكباتن، نبدا مع رمزي باليمين. رمزي
المحور هذا مهم شويه بالنسبه لك انت، لان ان انت زمان في بدايات ميتشو لما قال اي لاف يو ليبيا حاجه زي هيك، قلت لي مدرب جاي من اجل اللعب على العاطفه. هل نقول اليوم جرعه الجرينتا انتهت اللي منحها ميتشو لمنتخبنا؟ وما نعرفش هو ما نوحيش بالنتائج المستقبليه، لكن اليوم لما تعطي لمنتخب دفعه وجرينتا واسلوب صربي وبعدها خلاص تعودوا على طريقة المدرب وتعودوا عليه كذا، قلت لي المدرب جاي يلعب على العاطفة، هل مخزون الجرينتا اللي جاي بيه ميتشو انتهى بالنسبة للرياضيين؟ وين الجرينتا اللي تحكي عليه انت؟ والله اللي في كلام ميتشو هو جرينتا هو 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 جرينتا. شفنا حتى شفنا حتى في دكة او في غرف تغيير الملابس شفنا فيديو لميتشو كيف يحفز في اللاعبين بطريقة تاع جرينتا ولعبة سيريا، وحتى في مؤتمر صحفي يتكلم يقول هذه ليبيا، حبوا ليبيا، تلعبوا من أجل الشعار ومن أجل الدولة ومن أجل العلم، ما نعرفش. شوف عبدنا في حلقات سابقة وفي بداية ميتشو دويت على المباراة الودية وخذا البراح الكامل وخذا الفرصة الكاملة، لأن لعب عبده في مستوى ضعيف، ما لعبش في مستوى قوي، خاصة في المعسكرات الخارجية للمنتخب لعبنا ضد منتخبات مع احترامي لها ما كانتش في المستوى. باش انت يعني تقيس مستواك وتشوف تكتيكك وتشوف التخطيط نتاعك وتشوف ادواتك وتشوف انت وين وصلت، باش ما نصدموش بالواقع. وقلت لك الكلمه هذه باش ما نصدموش بالواقع، وفعلا تو نحن حنصدم بالواقع يا عبدو، لان المقياس الحقيقي والاختبار الحقيقي هن المباراة هذين يا عبدو، هن الراس الاخضر وانغولا والكاميرون، هن هذين الاختبار الحقيقي. تعادلنا مع الكاميرون يا عبدو، وكان معايا مراد دخيل في الحلقه مع الكاميرون ما كانش مقنعين يا عبدو، حتى الاداء ما كانش مقنع. انت بتقول يا عبدو نتيجه ايجابيه ومع الكاميرون وفي وسجلوا لنا ضربه جزاء سبع يا عبدو، سبع لاعبين اساسيه ما لعبوش ضدنا يا عبدو في بنغازي. وثاني حاجه كان ولولا تالق مراد الحيشي في الدقيقه الاخيره ذكرها في المباراه اللي حول الفرد كامل كذا خسرنا عبدو. لعبنا مع سواتين يا عبدو منتخب اقل من العادي مع احترامي له، مش مقنعين عبدو حتى من ناحيه الاداء. انت هنا جيت دورك عبدو حتى في الاختيارات او ما اختار ميتشو القائمه الاخيره، قاعد واضح ان ميتشو عنده يعني نوع من المحاباه ونوع من المجاملات، والقائمه فيها محاباه فيها مجاملات مواجهه، لان في لاعبين يستحقوا ان يلبسوا مالة المنتخب وما استعدمش، لعب لاعبين اخرى واستدعى لاعبين اخرى. حتى في المعسكرات الاولى عبدو شال قريب 30 لعيب، لعب نفس اللاعبين، ما اشتركش اللاعبين اللي نحن نقولوا انت مش دير معسكر اعدادي، تبي تشوف اللاعبين كلهم يعبدوا باش تحطه في الفورمه وتشوف فلان وتلعب علان وتقيم اللعيبه فلاني على اللعيب العلاني باش انت تطلع بالحوصله الكامله للمنتخب. ما شفناش الكلام هذا عبدو، اختار لاعبين من ذكر وذكر سامي مصابين في انديتهم، ما لعبوش في انديتهم الاساسيه عبدو. شن نقطه قوه ميتشو كان هي مش اعاده الروح لمنتخبنا والخروج من غاياها بالهزائم؟ ما فيش عبدو، هذا مقياس حقيقي عبدو قدامك. شنو نقطة قوته؟ كيف رجعنا باي في النتائج؟ أي النتائج يعني رجعنا فيها؟ لما نقول أن الميتشو في الأول جانا لإعادة الروح لمنتخبنا، اليوم تقول لي أنت لا كل اللي يدير فيه غلط. غلط يا عبدو قدامك أهو، دليل واضح قدامك تو. هذا الاختبار، هذا مباريات رسمية، هذا الاختبار الحقيقي يا عبدو، هذا اختبار حقيقي برا أرضك. مازالك الحب العجرار بتلعب مع أنغولا وبتلعب مع الكاميرون، ما تفوز على الخصم المباشر لك يا عبدو، ما تطلع من برا الحسابات يا عبدو. عبدو أنا عندي رأي بهي. لا نبي نسألك على حاجة. تفضل. ميتشو بغض النظر على مرحلة التقييم، أنا متفق أن ميتشو مازال أنجز أكثر من 80% من المهام المطلوب متاعها، إن كانت 85، لأن مش هذا هدفنا، مش كأس العالم. لكن نبي نسألك، وجود الدعم للمنتخب طلبنا به لسنوات، وفروا لهم طيارة وجيبوا لهم معسكر، ديروا لهم معسكرات وفنادق على أعلى مستوى ويسافروا للدول قبل وقت، أنا معاه هذا كله. لكن اليوم فيه من يتكلم على مكافآت بأرقام كبيرة يا أبو بكر، هل هذا سبب من أسباب تشتيت منتخبنا ذهنيا؟ أكيد تدخل الحاجات هذه في العامل الذهني، خاصة التفكير، وإحنا عشناها وجربناها. يعني لما تبدأ تفكر في العامل المادي راهو حتى من ناحية الفنية ومن ناحية التكتيكية، راهو تبدأ تفكر في الفلوس أكثر حتى من الكورة. نعرف كل ظروف الليبيين ونعرف كل واحد شنو يفكر وشنو يبي، واحد يبي حوش، واحد يبي سياره، كل التفكير هيك بشكل هذا. احنا ما فصلناش بين المكافاه وبين العمل. مكافاه هذيك موضوع ثاني، وهذه راهو مش نتكلم فيها، مش ما يقولوش بكر راهو حاسدهم وكذا، هذه راهو فيها عمل نفسي مؤثر بشكل كبير كبير كبير. انت تبي تعطي مكافاه ما تقولش،
يا اخي بكت تعطي مكافاه تلتعب المباراه ويفوزوا تفضل هذه مكافاه جي المباراه اللي بعدها معلش كمان الفكره جي المباراه اللي بعدها ما تقولش بعطي مكافاه ما تفك ما ديرش اجتماع للمكافاه تلعب مبارتك بالروح اللي نبوها احنا بعدين تعال تم المباراه تفضل خذ مكافاه هذا عادي من ناحيه يا عبد الحفظ ناحيه المكافاه الحافز المادي ضروري وحكينا فيه من قبل ضروري للعيب لان اللاعبين اللي بين كلهم عندهم ظروفه وعارفين الاجواء وقله السيوله واللي بياخذ سياره واللي بياخذ طياره واللي بيبني حوش وكله عنده ظروف اللي امه مريضه واللي ابوه مريض ونعرف الحاجات هذين والظروف هذين انت بتعطي مكافاه عبده بالمبلغ الفلاني اللي سمعنا به احنا صحيحه راهو حسدهم عامه ما تقولش رمزي راهو حسدهم كما قال بكر والله ما انا حسدينهم اقسم بالله صحيحه ياخذوا حتى 50000 دولار بس المكافاه هذه عبده ديرهم في مباراه مفصليه مباراه حساسه كيف الكاميرون غادي تجيب نقطه تعادل تفوز في 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 يوندي بعيد طلع مباراه الانغولا في مباراه حساسه انا صحتين يا عبده خود مش مكافاه خود مكافتين بس عبده مباراه مع احترام لهم تقنين المكافآت سمير تو نرجع لك ابو بكر ما عندي حاجه عشان ميتشو بس مهمه سجلها عندك تمام. تقنين المكافآت انت خدمت في اداره الكوره سمير وتعرف تقنين المكافآت ممكن يكون بهدف ممكن يكون بحصيله نتيجه افضل لاعب لاعب مؤثر لكن اليوم شفنا ابوه لاخوه مع احترامي معناها لكن شهدنا منتخبنا مرهون بايدين ال 5000 وال 10000 واحنا تكلمنا من الاول قلنا احنا شعب عاطفي يا عبدو لا سامحني ماناش مرتزقه سامحني سامحني لا ماناش مرتزقه مش حكايه مرتزقه لا لا هذا لا لا شوف لاعب كره يعني ليه اللاعب كان خاش هو بيلعب على 10000 ماهوش لاعب على العلم يعني لما اعطيت سؤال لما تعطيني سؤال انا نبدا بنسترسل وتقص علي ثاني راح تعطيني اعطيني عاطفيا انا مش مقتنع بالعاطفه رايح لا بتقتنع انت غيرك يقتنع هي اختلاف الراي يفسد الود قضيه يعني احنا مش شرط ان نكون متفقين في ارائنا ولكن العالم كله يعطي في مكافآت شفنا كله يعطي في مكافأة بس ما تقولش عليها بس هذه نقطة هذه نقطة ماهيش نقطة مفصلية ولا هي لها علاقة بهي ممكن في اللي يختار انه هو ما يقولش على المكافأة قبل المباراة في اللي يقول فيها يعتبر فيها عامل تحفيزي فهمت ولكن احنا المحيطين بمنتخبنا الوطني هل عندهم الخبرة والدراية بكرة القدم وبدهاليز كرة القدم يا راجل انت حتى الناس اللي محيطة بيك كمنتخب اليوم يمشوا لأفريقيا في اللي مش عايشها الأجواء الأفريقية إلا بعد ما التحق بإدارة المنتخب فهمت لكن لما تجي تتكلم أنت اليوم أقصيت في نقطة مهمة أنا ما نتكلمش عن نفسي ولا نتكلم عن زملائي نتكلم عن الناس العديد من الزملاء اللي هم اليوم موجودين باي المفروض أن يكونوا هم في إدارة المنتخبات ناس على مستوى عالي فنياً ناس عندهم دراية عندهم خبراتهم لعبوا أفريقيا عندهم حتى التجارب اللي يستفيدوا اللي تقدر تستفيد منهم حتى أنت في جزئيات البسيطة كدخولك لأي دولة من بداية دخولك لأي دولة كيف تتعامل لأن مروا بالظروف هذه الأخطاء هذه ارتكبوا أخطاء وقعوا صحوا الأخطاء هي اليوم يعطيك المنتخب بتاعك تعلموا يجيب لك كل شيء على طبق من ذهب ولكن الناس اللي هي اليوم موجودة مع المنتخب هل تملك هذه الخبرات رجل نتيجة في نهاية التصفيات شوف لما احنا تكلمنا قلنا لازم يكون في إدارة منتخبات مش 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 الغاية والغرض إدارة معناها بيختاروا مدرب بس إيه عدة أشغال أنت لما بتحط أنت حتى منهجية كاملة واستراتيجية كاملة غضوة استراتيجية اليوم اللي ميتشو ليه قداش 9 أو 10 شهور يخدم عليها راهو غضوة على مباراة ممكن اليوم أنا نشوفها مباراة الرأس الأخضر يقول لك والله خسرنا الرأس الأخضر إيه أنت سمير تحكي على الكفاءات تحكي على الكفاءات إيه دقيقة بس احنا كرتنا مشى بالعلاقات حتى لجت مسابقات لكن أنت اليوم رانا احنا خلي نحط إيدنا على الجرح راهو الناس اللي موجودة في اتحاد الكورة ولا خلينا ما نقولش اتحاد المرافقة لمنتخباتنا هي عبارة عن لا لا خلينا نقول لك لا تملك الكفاءات عباره عن أيوة. ان واحد والله يجيب فلان يجيب علان سمير لا لا خرجيني شويه معلش نرجع للمحاسبه كرتنا مش علاقات نعم ابعدت الكفاءات نتاعك ولو عندها الكفاءات اللي عندك 60% هم لا يملكوا 5% يا عبد يا عبد يا عبد سامحني ليه بنقول لك كلمه ثانيه عبدو معلش علاش احنا استبشرنا خير بالاتفاقيه علاش قلنا تفعيلها علاش قلنا باي الدوري السداسي في ايطاليا لكن نبو مازال تفعيل ان احنا نطوروا من كفاءاتنا باش نستغلها في الامور هذه في 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 الاتحادات التفاصيل الدقيقه هذه سمير نحسن بها سمير كلامه 100% راه كلامه صح كله انا علاش قلت لك سمير لجنه المنتخبات تفضل انت تدير لجنه المنتخبات وتجيب لي اسماء ما لهاش علاقه بالكفاءات هذه هي النقطه في فرق بين انك تدير لجنه باسماء ما لهاش علاقه بكره القدم وفي فرق بين انك تدير لجنه وتجيب كفاءات هذا معاك فيها يا سمير يا لجنه المنتخبات لازم تكون فيها كفاءات مش اسماء يحطوها هم زي ما يبوا هم كورتنا ماشيه ثلاث كلمات ماشيه بعلاقات وبالقبليه
والصحبه والصحبه خذ كلام مشهور مش كان هم مش سمير متشائمه لا تحكوا على الفئات السنيه وتحكوا على المدربين انا تحكوا على المدربين والفئات السنيه وقسما بالله مش اخر حاجه في الرخص هي الاي برو تاخذ الهاء والواو والياء في الرخصه التدريب والله العظيم مبحثين فيك انا ضد العلاقات والاستمراريه والعمل والاجتهاد معاه باهي ولكن نقول لك حاجه واحده بس ان لين اليوم نجي بغير كفاءات ونبي ننجح مستحيل مستحيل ولو نستعين حتى ببعض الكفاءات الخارجيه راهو الاسماء ماهوش شرط دول في الدول ما كانش عندها كره قدم اليوم تخش لكاس العالم باريحيه كامله ليش وخدمت على 8 سنين و10 سنين كوريا اليابان عندها منظومه دارت منظومة واستعانت بخبرات خارجية واليوم تخدم بالخبرات متاعها هي. طيب قبل ما نختم مع مصطفى الرجباني في موضوع الحسابات نبي نسألك أبو بكر مبكري قلت لي ارجع لي لنقطة نور الدين القليب شوف نتكلم عن نور الدين القليب ونتكلم لك على بالمجمل يعني على مسيرة المنتخب خليني بتكلم على سيرة المنتخب معلش يا عبدو شوية مهمة جدا هي بهي باختصار احنا كميتشو كمدرب راهو نتائج ايجابيه را. الى حد الان ايجابيه حتى خساره اليوم راهو وارده را. مش يجي بعدين تقول لا تحامل على المدرب ما تحملش علينا كنا متوقع را. 1-0 2-0 متوقع امام منتخب زي هذا احنا شنو تكلمت انا لما تكلمت لك على المباراه تكلم على المباراه في حد ذاتها في حد ذاتها نتكلم عليها لكن اللي قاعد ماشي به ميتشو هذا حتى ميتشو يسيب نستمر به 70-80% من المنتخب الموجودين حاليا يقعدوا ونخدم على اللي بعده اللي بعده يجينا مدرب اخر يجي يغيرهم كلهم هذه مشكله كبيره غير الطاقم الفني والطاقم الاداري وغيره حسب من جايب المدرب مشاكل نقطه مهمه ابو بكر اللاعبين اللي ما يبوش يجوا للمنتخب المحترفين اللي برا اللي هم وجودهم اضافه كبيره للمنتخب ما سالتوش شو الاسباب اللي خلتهم ان هم ما يكونوش موجودين لا هي اسباب تداول الديما اتحاد الكوره طريقه الاستدعاء والتعامل والمعامله البزنس والله اخطاء بدائيه والله شوف تحرمنا من نتائج صح تحرمنا نور الدين القليب باختصار اي واحده من الاخطاء هذه من المدرب علاش قلت لك الكوتشنج يعني انت مبارتين كنت تعتمد عليه اعتمدت عليه امام الكاميرون امام سواتيني لاعب ذو قيمه لاعب زي ما تكلمنا عليها مروان مبروك لاعب عنده الحلول الفرديه ما فيهوش لاعب عنده الحلول الفرديه باستثناء احمد سعد شويه واليوم شفنا البدري ما لعبش في مكانه حتى هي اثرت شفنا لاعبين تعودت عليهم ان هم كانوا مميزين في مكانهم اللي هو عكاشه كان يلعب كلاعب ارتكاز وتفوق يعني في مباراه الكاميرون وسجل هدف شفناه ظهير ايسر كذلك ما مش نتحاملوا عليه محمد التكبالي كيف تحط لاعب ارتكاز وبعدين نقولوا لا كيف اللاعب ما كانش موفق حتى لما لعب ظهير ايمن يعني شفنا حتى في جهه الظهير ايمن شفنا فضل سلامه جربه هنا انت شنو هي الفكره انك انت جاي بتخش تبي تهاجم عندك حسن عباس عندك كوت عندك لاعبين عندك نزعه هجوميه هذه هي اللي ما كانتش موجوده في عندك لاعبين ما عندهمش رتم مباريات حتى في الانديه تاعها يتحمل المسؤوليه هو ميتشو ايه بالنسبه للمباراه يتحملها بنسبه 100% ما زال عندنا الوقت تو حتكون في قوائم واختيارات وايضا الدور السداسي حيكشف لي ميتشو الكثير بكل تاكيد من خلال لاعبي الصفوه في دورينا خلونا نمشوا للحسابات حتى الان والدقيقه 55 انغولا تسجل التعادل في مرمى الكاميرون هدف لهدف هذه النتيجة التي ربما قالوا الكباتن بأن هي مناسبة لمنتخبنا مصطفى الرجباني من طرابلس أهلا وسهلا بك مصطفى حسابات التأهل للمونديال مازالت طويلة اليوم بعد خسارة منتخبنا والتعادل حتى اللحظة بين أنغولا والكاميرون كيف تشوفها؟ هي فعلا هي مازال المشوار مازال طويل جدا زي ما تعرف كل مجموعه سته فرق كل منتخب يلعب خمس مباريات ذهاب وخمس مباريات اياب هم تسع مجموعات بتترشح الاوائل من كل مجموعه لان افريقيا في تصفيات المونديال 26 تسع مقاعد ونصف يعني الاول على كل مجموعه من تسع مجموعات يترشح مباشره وسيتم اختيار افضل ثلاثه واني اذ يلعبوا فيما بعضهم دوري ويخرج منهم منتخب واحد يمثل البطاقة النصف مع من تضع القرعة هي ستضع مع أوقنوسيا أم تضع مع آسيا أم مع أمريكا الوسطى فأفريقيا تسع بطاقات ونصف على العموم إلى حد اليوم زي ما قلت أنت الحمد لله لحالياً أنغولا سجلت التعادل يعني نعرف قبل انتهاء مباراة اليوم الكاميرون يعني برصيد 7 نقاط في حالة التعادل ستصبح 8 نقاط ليبيا بانتهاء مباراة اليوم 7 نقاط الراس الأخضر بفوز اليوم أصبح 7 نقاط فرق الأهداف ليبيا فرق هدف واحد ليبيا
زايد هدف صفر بالنسبة للرأس الأخضر. حاليا الكاميرون قبل ما تنتهي مباراة يوم زايد 6 أهداف، ونحن نتمنى أن تنتهي بالتعادل. أنغولا قبل انتهاء مباراة يوم 5 نقاط، وفي حالة التعادل ستصبح 6 نقاط. مارشيوس 4 مباريات عندها 4 نقاط. أخيرا إسواتوني 4 مباريات يلي 0 من النقاط. المشوار ما زال طويل سيد عبدو. انتهت حاليا تصفيات مونديال 26، أرى الجولات الأربعة تلعبت، نستقبل العام القادم في 25 ستكون الجولة 5 ذهاب وستكون 5 جولات إياب. نحن نتمنى أن نكون وقفنا على نقطة مهمة جدا، نستعد إلى تصفيات الكان 25 التي ستنطلق شهر يناير المقبل بالمغرب. تصفيات الكان ستنطلق خلال شهر سبتمبر من العام الجاري. 6 مباريات يا سيد عبد الرزاق، الكلام ليك وللضيوف، ستجرى في خلال 3 أشهر، مبارتين في شهر سبتمبر، مبارتين في شهر أكتوبر، ومبارتين في شهر نوفمبر. وبالتالي أنا أتمنى، أعتقد أن زي ما قالوا حتى الشباب وتابعت الحلقة، أن الخسارة لا تمثل شيء حسابيا. تقييم ميتشو يعتبر إيجابي جدا، حتى العديد من الإعلاميين في القنوات العربية وفي البي إن أشادوا بدور ميتشو في المنتخب الليبي. أعتقد أن المنتخب الليبي في 12 مباراة 7 مباريات فوز، 4 تعادل، 1 خسارة، يعتبر إيجابي جدا جدا. لكن هناك نقطتين لو سمحت لي. أنت قلت في بداية حديثك أن منتخب الرأس الأخضر متواضع. لا سيد عبدو، منتخب الرأس الأخضر ليس متواضع. نتكلموا على اليوم، نتكلموا على اليوم وباتفاق مع الكباتن. فنيا منتخب كنا نقدر نربحه. عندك وجهة نظر ثانية قول لنا يا مصطفى. ليش إنه أنت لعبت الخميس هو لعب السبت، خسر ب4 أهداف لهدف، و4 أهداف لهدف كانت نتيجة ثقيلة جدا، وبالتالي كانت العودة عليه يوم الأحد إلى الرأس الأخضر جوا، وبالتالي هو خرج بالمهم والأهم، الفوز و3 نقاط. هذه كان يطمح لها منتخب الرأس الأخضر. السيد سمير عبود أضم صوته لصوته، قال المفروض إحنا سقفنا ما يكونش كأس العالم. لا، المشوار لكأس العالم راه مشوار طويل وصعب وشاق. نتمنى أن تكون مبارياتنا في تصفيات كأس العالم هال4 جولات هذه نستفيد منها ونستفيد. شن تقييمك ليهم كـ4 جولات يا مصطفى؟ تقييمك حتى اللحظة لمشوار منتخبنا في المباريات الرسمية؟ يعني أربع جولات ممتاز جدا، 7 نقاط راك في الترتيب الثاني. وحتى لو فازت الكاميرون، حتى لو فازت الكاميرون واصبحت 10 نقاط، انت في الترتيب الثاني 7 نقاط، والتعادل حتصبح الكاميرون 8 نقاط، وتصبح انغولا 6 نقاط. الا في حاله واحده، اذا فازت انغولا حتصبح 8 نقاط، وهي اللي تتصدر المجموعه، وتصبح انت الكاميرون وليبيا والرأس الاخضر في 7 نقاط. نحن نبقى في انتظار مباراة أنغولا والكاميرون. متفائل أنت معناه يا مصطفى؟ متفائل؟ لا لست متفائل، قلت لك أني المشوار طويل وصعب وشاق. ما زلت لك مباراة في جولة الذهاب ستلعب العام 25 سيكون شاق على المنتخبات الأفريقية، جولة 5 ذهاب و5 جولات إياب، 6 جولات، معناها أنه الأمر صعب جدا. 9 مجموعات أفريقيا 9 مقاعد ونص، 9 مجموعات. موضوع صعب يا مصطفى وطويل، والحسابات فيه ما زالت متواصلة. سامحني الوقت معاش يسعفني، شكرا جزيلا لك مصطفى الرجباني، نشكر أيضا رمزي سويكر، شكرا لأبو بكر الحرك وسمير عبود كان في الفورمة اليوم أيضا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحية الجميع في الكاست الفني. هارد لك لمنتخبنا الوطني في التصفيات القادمة بالنسبة للكان وباقي مشوار تصفيات المونديال. إلى اللقاء.